اتفضل. جات لي اعضاء في مجلس الامه في التورط في قضيه خليه العبدلي، من خلال متابعتك لهذه القضيه مع وزاره الداخليه والمسؤولين، هل تستطيع ان تنفي هذا الامر؟ وهل القضيه محصوره فقط في ال 26 اللي تم الاعلان عنهم؟ وشكرا. سبب الدعوه لاجتماع حكومي نيابي هو الاستيضاح كل هذه الامور اللي مطروحه في الساحه، وبالتالي حتى يؤخذ قول فصل ودقيق، يوم الأحد كل من لديه سؤال سيتم توجيهه إلى الجانب الحكومي، وبالتأكيد سأكون شفاف معكم كما كنت، وسأجيبكم على هذا السؤال إن شاء الله بعد اجتماعنا يوم الأحد. لكني لم أسمع أنا بأي شكل من الأشكال أن هناك نواب متورطين.